يعني خناقات السوشيال ميديا دي ما بفهمهاش. الناس بقى دمها تقيل، الناس بتاخد اي هزار وتروح قلبها جد وبقت معموله عوانين. يعني كاميليا زعبول، نعومي بيليا، جميله بلاله، حرام، ويروح قافل السكه في التليفون وانا بكلمها. دانيا دي انضف شخصيه ممكن قابلتها في حياتي، بحب شد سلين على طرف من ايا كان مين. عايش معايا وحش. بصوا انت بتفتح. مساء الخير يا جماعه، ده البوكس بتاع جوسبس، تعالوا بقى نفتحه ونشوف جوه فيه ايه. اسئله ملهاش علاقه ببعض. بقول لك ايه يا احمد، الواد ده لازم يجي لي مسحول. مش انت اللي قايل كده بنفسك في خناقه في الشارع، الوش العاقل الراسي اللي الناس عارفاه بيروح فين ساعتها؟ انا ساعات كتيره جدا بنسى ان انا معروف، وده موضوع بيحصل لي كتير طول الوقت، وبتعصب. انا عاده ساعات لما بتعصب بتروح خالص، ما بقاش بفكر. يعني دي كانت خناقه بس من 7-8 سنين او 10 سنين، وكان عندي انا تصوير فكان لازم امشي، فكلمته قلت له الكلمتين دول. ساعات بيحصل، من فتره كده كنت ماشي في الشارع، ماشي بالعربيه، واحد عمال يعمل تي 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 ومفيش مساحه، وصل لمرحله قاعد بيخبط على العربيه تخبيط خناق. قمت فاتح الازاز مبهدله وزعيقه وبتاع، قال لي ليه يا فنان عايز اتصور معاك. قمت في لحظه انا اسف، وقعدت اتاسف له مثلا ساعه الا ربع. بس الموقف نفسه بتاع الضرب العربيه والحاجات دي كلها، انت بتتحط غصب عنك ان انت بتفتكر ان في مشكله. انت اكتر حاجه بتعصبك ايه؟ لو حد ملوش كلمه، ده اكتر حاجه ممكن تعصبني في حياتي كلها، وعدم التقدير. بتضرب على طول شكلك صح؟ لا والله مش الدرجه دي. كبرنا بقى. بتستعرض لنا عضلاتك على السوشيال ميديا ليل نهار؟ ما تقول لنا كده عن اغرب عكسة جات لك من واحدة بنت على صورة من الصور دي. انا بس الناس مركزة معايا، انا مش بستعرض. كل الناس بتنزل صورها على البحر، وكل الناس بتنزل حاجاتها، بس هو الناس مركزة شوية ان انا بنزل حياتي العادية. لو انا على البحر انزل في البحر، لو انا في بدلة هلبس بدلة. كتير بقى على الاندايركت مسجز حاجات كتير، بس مفيش حاجة. يعني انا مش هقول اي حاجة من الحاجات دي. الناس بتاخد اي هزار، الناس بقى دمها تقيل، الناس بتاخد اي هزار وتروح قلبها جد وبقت معمولة عوانين. بمناسبة البنات، انت قبل 3 بنات، قول لنا اهم حاجة لاي اب بيربي بنات. واشمعنى بتقول لكاميليا بنتك زعبول؟ انا عندي 3 بنات وعندي ميني الكلبه، بيبقوا 4 كبارات. مين يجيبها لكم دلوقتي؟ اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تحسسها ان انت اول حب في حياتها. مش عايز اتكلم كلام عميق، بس انت اول حب في حياتها، فانت لازم تكون حنين جدا، لازم تديها كل الحنيه، عشان لما تكبر وانت مش مديها ده هتدور عليه بره. فبلاش تدور عليه بره، اديها لها. ده اول نصيحه ليا. بقول لكاميليا ليه؟ بص، كل واحده من بناتي ليها اسم لما بتتشقى. يعني كاميليا زعبول، نعومي بيليا، جميله بلاله. يعني ده ما يتشقوا، يعني ده بتعاقبهم كده؟ مش بعاقبهم، هم زعبول بتاعه بيحبه ده عادي، يعني بنلعب بنهزر. يعني الظهر ما لعبش معاك من اولها، واشتغلت اكتر من 10 شغلانات، يا ترى انهي شغلانه معلمه فيك وايامها ما تتنسيش؟ انا اشتغلت حاجات كتير جدا، اشتغلت حاجات اشر، تنزل تقعد ناس، اشتغلت في عارف البوث اللي في المولات وتقعد تبيع حاجات وبتاع، اشتغلت ده، اشتغلت مساعد مدرس، اشتغلت في مستوصفات، كلهم معلمين فيا. طب لو هتحول منهم مهنه من مهنه دول، فيلم، قصه، سيناريو، دراما، هيكون انهي واحده؟ هي الرحله كلها بتفاصيلها بحاجاتها كلها. يعني حابين نعرف سر حبك واخلاصك لمراتك، رغم ان 1000 من يتمناك طول بعرض وعليوة وحواليك بنات كتير. بص بقى، انت جيت عند دانيا دي انضف شخصيه ممكن قابلتها في حياتي كلها. واحده بدانا مع بعض من مش الصفر، من تحت الصفر، وبنت ناس جدا ومتربيه واهلها يعني بشوات. فدي واحده مهما شرحت لك هي وقفت جنبي قد ايه، ومهما قلت لك بتستحمل قد ايه حاجات مقرفه ملهاش علاقه هي بيها تماما، فدي تتشال مش على الراس عادي. 1000 من يتمناك دي حلوه، ييجوا عادي. هم 2000 على فكره، هم 2000 3000. كنت الواد الدحيح اللي مفيش في شطاره 2 في المدرسه، ايه اللي سقطك 2 في الجامعه؟ ده حسد ده ولا ايه؟ انا كنت شاطر في ثانويه عامه بس، ثاني ثانوي وثالثه ثانوي، عشان اخش طب اسنان. ولما دخلت طب اسنان انا ما بعرفش اعمل حاجه ما بحبهاش، ما حبيتش قوي طب الاسنان، فما قدرتش اذاكرها قوي، فكنت بشيل. يعني قلت انك مش شخصيه مجامله خالص وما بتعرفش تنافق. شايف الموضوع ده فيك ميزه ولا عيب؟ شايفه ميزه وعيب، لانه ما بمشيش حالي. في ناس بتتطلب، وخصوصا في شغلانتنا دي، ان انت تنافق، وانا مش هعمل ده اصلا. يعني دايما بقعد اقول للناس ايه، لا انتوا مش تقرفوني، هرجع دكتور سنان عادي جدا، ما فيهاش سهله يعني. بس في فرق ما بين انك تجامل، فرق بين انك تنافق. انت ممكن تجامل بشكل اسلوب كويس، وفي فرق برضو ان انت تبقى بتقول الحقيقه، ما تبقاش جلامف. فاهم قصدي ولا لا؟ في ناس تقول لك انا اقول الحقيقه في وشك، لا ما هو مش صح برضو على فكره، مش لازم تاذي الناس يعني. ما حدش كان بيعرف مغامراتك العرفيه غير احمد اخوك. كنت بتتكسف تحكي الشقاوه دي لمامتك وباباك ولا ايه؟ احنا انا واحمد سننا قريب من بعض، احمد اكبر مني بسنتين، فاحنا اصحاب، فكان طبيعي ان احنا صغيرين كنا بنحكي لبعض. وبعدين احمد كان
كان او مش كان، هو احمد شخصيته كده، فجاه يبقى مثلا بيحب حاجه وفجاه ما يحبهاش، وفجاه يحب البني ادم ده، فجاه يكره البني ادم ده. فاحمد مثلا ممكن اكون بحكي له على واحده انا مصاحبها ومتصاحبين واحنا صغيرين، صاحبين طبعا دي حرام وبتاع، انا مش قصدي حاجات بريئه، مش قصدي في حاجه قصه بريئه بيني وبين حد، فاخد رايه وبتاع، ممكن بعدها بيوم حرام ويروح قافل السكه في التليفون وانا بكلمها، اعيش دور التدين كبير ويرجع تاني يوم، فاهم؟ فده كان احمد يعني. انتوا شبه بعض في ايه في الشخصيه؟ كرامه. احنا الاثنين اعتقد ان اكتر حاجه نحب نشد سلين على طرف من ايا كان مين. من فتره من فترات حياتك كنت موديل اعلانات قد الدنيا، هديك 3 بوزز تعملهم قدام الكاميرا مستحيل. ليه؟ مش هعمل 3 بوزز. طب اعمل بوز واحد ولا واحد نشوف بس. بس انا مش كنتش موديل، انا عملت اعلان واحد او اعلانين. الواد السكسي وش الجد، النظره الجذابه، وش الجد، لان اللي قدامك ما بيبقاش عارف انت، او ما بتبقى لذيذ هو بيصدق الوش الجد ده راح. فانا بحب قوي انهم ياخدين فكره ان انا وش جد، انا مش كده في الحقيقه قوي يعني. معروف بالدحلبه، انت ما تغششني لو عايز الدحلب عشان حاجه عايزها دلوقتي. الدحلب ازاي؟ الدحلب لمين؟ الواحده ولا الواحد ولا ايه يعني؟ قول لنا الواحده وللواحد. انت بتفتح هذا كله. لا انت الواحده لو نهزر يعني، لازم تشوف هي اي واحده اصلا بتحب انها تقولها ان انت جميله وحلوه، وكل واحده تقولها لها بطريقتها يعني، فده انت كسبتها خلاص. الواحد حسب شخصيته وحسب دنيته يعني. بس الرجاله اسهل يعني. ليه بتقول ان تكوين الرجاله سايكولوجي غريب مع ان الرجاله كلهم زي العسل وكويسين اهو؟ التكوين الراجل والست مختلف تماما، ومهما قلنا الراجل يفهم الست او الست تفهم الراجل، عمرنا ما هنفهم بعض الا يوم القيامه، والله العظيم يوم القيامه بس. لا انت فاهم دماغها ولا هي فاهمه دماغك، بس احنا بنحاول نوصل تركيبه كده ان ايه، الراجل عنده سلكين جوه دماغه واصلين ببعض كده وخلاص، خلصانه يعني. الست عندها سلوك كتير 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 كتير، فاحنا مش بتوع ديتيلز، احنا مش بتوع، هم بقى ما بيفهموش دي واحنا ما بنفهمش حاجات عنده. فيوم القيامه بقى نفهم، نطلب من ربنا كده يفهمنا ايه دماغ كل واحد. قول لي اكتر حاجه بتضايقك من الستات عموما، لو بطلوها الرجاله هتحبوها؟ الرجاله بتحبوها اصلا، يا عم انت بتستهبل. لو بطلوها الرجاله هتحبهم، احنا بنحبهم اصلا بكل مشاكلهم بسلوكهم طبعا. بكل حاجه طبعا. انت تقدر تعيش من غيرهم؟ لا طبعا، محدش يقدر، احنا ما نقدرش نعيش من غيرهم مستحيل. هديك 3 جمل دلوقتي وتكملهم لي من وجهه نظرك. البنت الجدع بنت الاصول هي دنيا وحياه ربنا، وخصوصا اخر سنه دي انا فهمت قد ايه دي ملكه والله العظيم. نقول على الراجل خرف وخاب، لما انا ما اقدرش اقول الا لا، لو بيعمل تصرفات مش على قد مقامه وسنه ومكانته، حسب بقى كل واحد ازاي. الست من حقها تتدلع. طب والله يستاهل عشان الكلمه دي. والله. قول لنا حاجه محدش يعرفها عن صبا مبارك، ياسمين عبد العزيز، احمد فهمي. 3 اصحابي جدا يعني. صبا مثلا ممكن نقول عليها بتعشق الشغل، منتجه شاطره جدا جدا، اعتقد الجمهور المصري مش كله يعرف المعلومه دي، انها منتجه شاطره قوي وفنانه يعني، بتفهم تيجي تكلمها في اي عنصر من العناصر هتلاقيها فاهمه الشغلانه. وانا ببساطه ان انا اشتغلت معاها، وان شاء الله عندنا حاجه مع بعض يعني. ياسمين عبد العزيز صديقه ليا ولدانيا، صديقه قوي يعني، بنت ب 1000 راجل، 1000 راجل بجد بمعنى الكلمه. ياسمين عبد العزيز بنت ب 1000 راجل، دي اعتقد الناس عارفاها عنها يعني، بس باكدها. احمد فهمي وما اقول عليه، دمه خفيف جدا جدا، لو طلع قدام الكاميرا عمل حاجه من او طبيعته اللي احنا بنقعد فيها دي هيبقى اجمد بكتير كمان. ما هو جامد، هو جامد طبعا، دمه خفيف قوي قوي يعني. ده معلومات عامه. ايه العضو اللي مش بيعرف يعالج نفسه بنفسه؟ في رقابه. انا يا ابني انا لا لا، ده تخصصك. العضو اللي مش بيعرف يعالج نفسه بنفسه؟ السنان. صح. مين الحيوان الوحيد اللي مش بيعرف ينط؟ ينط. اديك هنت. كبير قوي. فيل. صح. ميني تعال بابا، تعال خلاص احسن، حر. هطلعك في التلفزيون. جمع كلمة مخ امخاخ. صح. اول بلد ظهر بيها علم التسويق؟ اكيد امريكا. لا. دبي ولا لا؟ فرنسا. يابان. يابان. منطقية على فكرة. اكمل الاغنية، كتكوتة يا كريمة على بسكوتة. ايه بقى؟ كتكوتة يا كريمة على بسكوتة. تعالي 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 ميني، تعالي اقول لك حاجة. هنلعب والله. اكمل الاغنية، كتكوتة يا كريمة على بسكوتة. هي دي اغنيه اصلا؟ شاكوش، كتكوته يا كريمه على بسكوته. لا مش عارف. مش عارف والله. انا فاكر ان انا هالف بس انا بحبه يعني. 10 ثواني، قول لي 5 مغنيات لبنانيات. سيرين عبد النور، هيفاء وهبي، نانسي عجرم، مريم فارس. اليسا. صح. امينه خليل كان عندها اي دي اتش دي في مسلسل اسمه خلي بالك من زيزي. صح. قول لي الالوان الموجوده في لوجو بتاع تيك توك، عشان انا ما بخشش عليه خالص، بس هو اسود تقريبا وفي ابيض. ايوه. خط اصفر او حاجه زي كده ولا احمر؟ بينك. بينك. مين هي ثالثه في قائمه ابطال السيدات في بطوله التنس الكبرى؟ لا لا ما اعرفش خالص، مش مهتمه. سيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز. اللي تعرفني بقى. عايش معايا وحش. بصوا ممكن العب. ماشي يلا خلاص يا ميني. دي ميني دي بقى بنتي الرابعه الصغيره بقى.
في اللعبه دي هتجاوب على اسئلتنا بسرعه جدا، وبعدها تتصل بحد يكون عارفك كويس يجاوب على نفس الاسئله ونشوف هو عارفك كويس ولا لا. بتسامح بسرعه وتنسى ولا قلبك اسود وبتشيل؟ لا بسامح بسرعه، بس مش ده مش معناه ان انا بنسى، بس بسامح. كاجوال ديت ولا فانسي ديت؟ كاجوال اعتقد. ايه هو اقصر طريق عشان يكسب قلب كريم فهمي الصراحه؟ صاحبك بيتخانق في الشارع ونازلين في ضرب، تروح له تتخانق له ولا الكاريزما والنجوميه اهم؟ روح له اكيد. تقرا كتب ولا تتفرج على افلام؟ الاثنين بس يعني حسب. تتفرج على افلام. عايز تتخانق مع حد تتخانق كول ولا واتساب؟ لا كول. اي حاجه ليها علاقه ان انا ابقى من ورا شاشه دي، ده جبن رهيب ما بقدرش عليه. انت فاهم؟ ما بقدرش عليه خالص يعني خناقات السوشيال ميديا دي ما بفهمهاش. حمام وكشك وملوخيه ولا لا؟ ولا ستيك فرايز؟ لا حمام وكشك وملوخيه طبعا. طبعا شخصيه ما بتحبهاش جت تسالك على رايك في لبسها، اجاملها ولا تكسفها عادي ولا يفرق لك؟ لا لا اجاملها طبعا، انا مش قليل الذوق بس مش هنافق يعني على قد. والله لطيف لو مزعل حد ومصعوج قفش عليك جامد، تعمل ايه عشان تخليه يتصالح بسرعه ويفك؟ قعد هزر وستريس زياده لغايه ما يضحك. تروح الساحل ويك اندز ولا تقعد هناك شهرين وثلاثه؟ لو اقدر اقعد بالشهرين وثلاثه اقعد. وانت مخنوق تنزل تتمشى لوحدك وتلفلف بالعربيه ولا تروح تقعد قعده كوتشينه؟ اروح اقعد قعده كوتشينه او بلاي ستيشن. معانا على التليفون عمرو محمود ياسين يا جماعه. حقيقي طيب ازيك يا عمرو؟ ازيك يا عمرو؟ مش ناسي اسقف لك. بص يا معلم، بيسالوني وانا جاوبت، فانت المفروض تشوف بقى اجابتي ايه يعني، فاهم يعني؟ عارفني ولا لا؟ فاهم؟ ماشي يا عم. انت اصلا 100 شخصيه اعرفك. صح والله. بسامح بسرعه وانسى ولا قلبي اسود وبشيل؟ الاثنين، بس انت بتسامح بصراحه. نفس اللي قلته بالظبط. قلت بسامح بس ما بنساش. كاجوال ديت ولا فانسي ديت؟ لا كاجوال. برافو. ايه اقصر طريق عشان حد يكسب قلب كريم فهمي ومش بنات بني ادمين؟ يحترمه ويقدره. صح، قلت الصراحه والتقدير. صح. صاحبك بيتقدر ولا ايه؟ جدا لحد دلوقتي كل الاجابات صح. صاحبي بيتخانق في الشارع ونازلين في ضرب، اروح له اتخانق له ولا الكاريزما والنجوميه اهم؟ لا لا هتتخانق. صباح الفل. هتتخانق وش. شكرا. برافو. طب اقرا كتاب ولا اتفرج على فيلم؟ هتتفرج على فيلم. انا بص انت فاهم ان انا قعدت اجاوب برضو كده زي انت قلت. طب حسب ايه؟ لو هقول لك حاجه، لو هتقرا كتاب هتبان اعمق، لو صح هتتفرج على فيلم يبقى هتقول الحقيقه. صح. حاجه صح صح صح. بس انت جاوبت صح. لو انا عايز اتخانق مع حد اتخانق على الواتساب ولا اكلمه في التليفون؟ بتخانق على الواتساب. لا العكس، على التليفون. ماشي دي قلش. اصل انت كريم قفل تليفونك على طول اصلا. ايوه صح. صح والله. وجهه نظر على فكره، ما تعتبرش غلط اللي انت قلته. ايوه يعني هو بالعكس هو واتساب قوي انت. صح. طب حمام وكشك وملوخيه ولا ستيك وفرايز؟ كريم انت ما بتاكلش اصلا حاجه يا حبيبي يعني، بس يعني يوم ما اكل يوم ما اكل احب الاكل. هتضرب حمام طبعا. صح. لو شخصيه ما بحبهاش جت تسالني على رايها في اللبس، هجاملها ولا اكسفها؟ تبقى نيوترال يعني، ما هتحاول انك تقول الحقيقه بس من غير ما تحرجها. بطريقه لطيفه يعني. بطريقه لطيفه. لو انا مزعل حد من صحابي وقفش عليا جامد، هو اعمل ايه عشان اخليه يصالحني بسرعه ويفك؟ انت اصلا مش تعمل حاجه. صح. تتمثل. صح. انا جاوبت على السؤال ده ان انا اقعد اهزر واضحك وبتاع ومش عارف ايه، بس انت عندك حق. مش هعمل حاجه. صح. هو هيجي ان شاء الله. اروح الساحل اقعد هناك شهرين ثلاثه ولا ويك اند بس؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ شايف انك انت في الساحل ما بترجعش اساسا. اجابه صحيحه. لو انا مخنوق انزل اتمشى لوحدي والفلف بالعربيه ولا اجي اقعد قعده كوتشينه او بلاي ستيشن؟ اجيني واروح لعمرو. صح. طب انت جاوبت كل الاسئله صح. والله العظيم كل الاسئله. انت عايز تكمل؟ عايز تلعب؟ عجباني جدا. اصل هو كريم انا علاقتي بيه عباره ان هو بيسالنا اسئله، انا اصلا لاعبي كلها معاهم مع الصحاب الجروب بتاعنا، بقعد العبهم اسئله وبتاع. يلا انجوي يا جماعه، مبسوط اني كنت معاكم بجد يعني. حبيبي عمور. ماشي هكلمك. ماشي حبيبي. ماشي حبيبي. ماشي حبيبي. يلا سلام. هو جاوب كل الاسئله تقريبا صح. والله العظيم انا اتبسطت بيكم جدا وشرفتوني، وان شاء الله باذن الله ما تبقاش اخر مره بقى. باي باي.